السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو درت لكم اختبار الفصل الثالث في مادة التاريخ والجغرافيا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، كذلك شاركوا الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. نبدأ الآن على بركة الله. التمرين الأول: بعد فشل المقاومة الشعبية تغير أسلوب المقاومة من الكفاح المسلح إلى الكفاح السياسي، وقد اتخذ عدة وسائل في ذلك. ما الهدف من النضال السياسي؟ وما هي الوسائل التي اتخذت في ذلك؟ ثلاث وسائل فقط. اذكر الشخصيات التي مارست النضال السياسي ومطالبها. نذكر أربع شخصيات. التمرين الثاني: بعد مقاومة شعبية ونضال سياسي طويل، لم يحقق الجزائريون خلاله أهدافهم في انتزاع الحرية والاستقلال. اندلعت ثورة نوفمبر. ما هي أسباب قيام ثورة التحرير؟ الجغرافيا. التمرين الأول: إن ما يحدث اليوم للغابات والأراضي الفلاحية من دمار وتخريب، والذي عرض حياة الكائنات الحية للخطر، يتحمل الإنسان جزءا كبيرا منه. اعتمادا على ما درسته في القسم، اقترح أربعة حلول التي تحمي الغابات والأراضي الفلاحية. التمرين الثاني: تتربع الجزائر على مساحة جغرافية شاسعة ونمو سكاني متزايد كل سنة، الأمر الذي جعل السلطات الجزائرية تعتمد خطط وبرامج للتهيئة الإقليمية قصد تحقيق التكافؤ بين الجميع. أكمل الفراغ بما يناسب حتى تتحصل على مفهوم شامل للتهيئة الإقليمية. التهيئة الإقليمية هي عبارة عن المظاهر الجغرافية البشرية والاقتصادية على المستوى، أي بوضع تأخذ بعين الاعتبار الظروف والموارد. أذكر ثلاث مظاهر للتهيئة الإقليمية. شوفوا الآن الإجابة. الهدف من النضال السياسي: تمكين الجزائريين من الحصول على حقوقه. الوسائل التي اتخذت في النضال السياسي: تأسيس الأحزاب والجمعيات، المظاهرات، تقديم العرائض، المشاركة في الانتخابات وإصدار الصحف. الشخصيات التي مارست النضال السياسي ومطالبها: الأمير خالد طالب بالمساواة، عبد الحميد بن باديس طالب بالإصلاح، مصالح الحاج طالب بالاستقلال، فرحات عباس طالب بالإدماج. أسباب قيام ثورة التحرير: حالة البؤس والحرمان، الاضطهاد الفرنسي المتواصل، عدم الاستجابة للمطالب السياسية، ورغبة الجزائريين في إعادة بعث الدولة الجزائرية. اعتمادا على ما درسته في القسم، اقترح أربعة حلول التي تحمي الغابات والأراضي الفلاحية: حماية الغابات من الحرائق، العمل على التشجير، عدم رمي النفايات في الغابات والحدائق والمساحات الخضراء، استصلاح الأراضي الزراعية. التهيئة الإقليمية هي عبارة عن تنظيم المظاهر الجغرافية البشرية والاقتصادية على المستوى الإقليمي، أي بوضع خطة ومعايير تأخذ بعين الاعتبار الظروف الطبيعية والموارد البشرية والاقتصادية. ثلاث مظاهر للتهيئة الإقليمية: إنجاز شبكة مدن منظمة، استغلال الموارد الطبيعية كإنجاز السدود وتحلية مياه البحر، إنجاز شبكة الطرق للربط بين المناطق والمدن وتسهيل حركة المرور وتنظيمها، إنجاز مؤسسات خدماتية مثل المستشفيات والمدارس ومراكز الشرطة والبريد والمواصلات لتسهيل حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.